بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم متابعين الغيدر سبورت. ألف مبروك لكل عشاق ريال مدريد المرينجي بتتويجهم بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الرابعة عشر بعد تفوقهم بالمباراة النهائية اللي جمعتهم أمام ليفربول بهدف نظيف. قبل ما ندخل بالتفاصيل، بالنسبة للناس اللي ما عم توصل لإشعارات الفيديوهات فصار لازم تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس، ما تنسى تدعمني بلايك وكومنت. ليفربول كان عم يدخل بخطة مشابهة جدا لخطة ريال مدريد، 4 3 3، 4 بالدفاع، 3 بالوسط و3 بالهجوم. كنا عم نشوف تخبط بالنسبة لليفربول على الناحية الهجومية بغياب فيرمينيو وعودته من الإصابة. كنا عم نشوف ساديو ماني عم يلعب بمركز رأس الحربة، محمد صلاح عم ياخذ جناح يمين، يعني كنا عم نشوف نوع من عدم التوازن بخط الهجوم. بالنسبة لهجوم ريال مدريد كان عم يلعب فالفيردي كجناح يمين، فينيسيوس جناح يسار، بنزيما كرأس حربة. الشوط الأول بصراحة كان سيطرة تامة لليفربول، شفنا فرصة أو فرصتين ممكن لريال مدريد، لكن فرص ريال مدريد بصراحة كانت أخطر. يعني ريال مدريد كان مشكل الخطورة، سجل فيها ريال مدريد هدف، احتسب تسلل. كان بصراحة التسلل كان واضح 100% بالنسبة للناس اللي ممكن تشك بقرار الحكم، التسلل كان واضح 100%، واللقطة بتوضح التسلل. فان دايك يعتبر كحارس وروبرتسون يعتبر آخر مدافع، فبنزيما بموقف تسلل واضح 100%، يعني الهدف التسلل صحيح. بالنسبة للشوط بالشوط الثاني ليفربول تابع بنفس السيطرة، يعني استحواذ مشابه لاستحواذ السيتي، مشابه لاستحواذ الفرق الإنجليزية، لكن من دون فائدة من دون أهداف. لكن بالمقابل أيضا كان في بطل بالمباراة هو الحارس كورتوا، حارس ريال مدريد اللي كان عم يتصدى لأكثر من 12 فرصة، 12 هدف محقق. بصراحة فرص بالجملة كانت لليفربول عم يتصدى لكورتوا، يمكن حارس آخر ممكن كان تسجل فيها أكثر من هدف، لكن حارس ممتاز جدا. والحارس برأيي يعني أعطى هدية كبيرة لريال مدريد بهدول التصديات، بهيك تصديات، بهيك أمان لريال مدريد. ريال مدريد ممكن ما كان عم يضغط، كان عم يستحوذ متكتل دفاعيا، معتمد على المرتدات، فينيسيوس بنزيما كان عم يشكل خطورة. وريال مدريد بهاي المباراة كنا عم نشوفه أثناء الهجوم عم يهجم بثلاث مهاجمين فقط، يعني من دون مساندة وسط. ليفربول شفناه خائف نوعا ما، عم يرجع الوسط مع الدفاع ليتمكنوا من استخلاص الكرة من الهجوم المدريدي. دقيقة 58 كان عم تحمل كرة عرضية من فالفيردي لتوصل لفينيسيوس وسجل فيها هدف المباراة الوحيد والهدف الأغلى بمسيرة فينيسيوس، هدف تتويجهم بدوري أبطال أوروبا. يورجن كلوب حاول استعادة زمام المبادرة بالمباراة، كان عم يدخل فيرمينو، كان عم يدخل عدد من المهاجمين، يعني عم يحاول يلعب بأربع مهاجمين، كان بنفس الريتم بنفس السيستم، فرص تصديات للحارس كورتوا ومع الخوف من المرتدات. يعني إذا بتشوف الفارق الإمكانيات، ليفربول يمتلك أسماء كبيرة جدا، ريال مدريد أيضا، لكن شخصية البطل غائبة عن ليفربول. شخصية البطل كانت حاضرة فقط في ريال مدريد. يعني إذا بتشوف مباريات ريال مدريد، يعني أصعب طريق ممكن سلكه ريال مدريد بهذا الدور، باريس سان جيرمان، مانشستر سيتي، تشيلسي، يعني بصراحة طريقه كان صعب وقوي جدا. ووصوله للنهائي وتتويجه باللقب برأيي كان أمر منصف لريال مدريد، لأنه بصراحة بيستاهل. يعني ليفربول كان طريقه سهل جدا، ما واجه الفرق القوية، ما واجه أي ولا اصطدم بأي فريق قوي مثل باريس، مثل تشيلسي، مثل مانشستر سيتي. أسماء اللي خرجهم ريال مدريد بصراحة كانوا مرشحين للوصول للنهائي. ألف مبروك لكل عشاق الميرينجو، هارد لك لعشاق ليفربول. هاي كانت أغلب التفاصيل المباراة، انتظرونا في فيديوهات جديدة، ما تنسوني من دعمكم، تبقوا بخير وصحة وسعادة. السلام عليكم.